صحيح نايم خلاص، من جد وجد ومن زرع حصد. لازم تقوم نشيط للمدرسة، مصحصح مروق. إذا بغيت اللعب ما شاء الله عليك ذيب. إذا جيت المدرسة يالله تقوم ويالله تلبس ويالله تطلع. وش أمر الله عليك أنت؟ كان حطونا إجازة واحدة، يوم واحد وش؟ حطونا إجازة. ليش؟ تعبت خلاص برقد. ايه، ما حد قال لك اسهر، ما حد قال لك اقعد العب على السرير كر 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 تضحك. اذا جاء وقت النوم تنام عشان تصير طالب ممتاز يا بحر. انا ابغاك تطلع دكتور. دكتور لازم تروح للمدرسه نشيط. ليش انت اذا قومتك الصبح كذا مزاجك قافل؟ ليش ابف؟ ليش؟ ايه تصحوني بالقوه. طيب بحر ايوه اللي صايع من عند راسي، يسحب من عند رجليني. ايوه عشر هذا براسي. ايوه ايش يرعون لابس ثوب ورجع يرقد. طيب وش الشعور اللي تحس به اذا رحت المدرسه؟ صدق وش شعوري؟ تستانس؟ لا. ايش؟ احس اني الحين اذكر اصل. استانس نقطة واحدة. طيب ثاني واحدة، ثاني حاجة في الفسحة. الحين يقولون فسحة. شوي شوي زيادة يعني. طيب ثاني حاجة في الفسحة. الحين يقولون فسحة. شوي زيادة يعني. طيب من حين يقولون صفا. ايه استانس مرة. ايه يا حظي يا حظي. من حين ادخل عند باب امنا باب الشقة. ايوه عند امي. انا حار صدق تعش وارقد عشان بك شوي تسوي دروسك، عندك واجبات ما عندك. ايوه خلي 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 هذا لبس توبه. حشر حشر خلي خلي يا بحر لا تعور. خلي حشر. يلا يلا قوموا قوموا مدرسه مدرسه. حشر حشر مدرسه. قم تلبس توبك تعود تزتين. قم ثوبك قرفته. قم صبر. ها الحين هو ثوبي. ايه لا ثوبك. لا ثوبك. خلاص طيب يعني بتنامون يعني. طيب ما في مشكلة. مخدر يد عليها. طيب امكم جات يا حنان. هلا والله بشيخة البنات. صباح الورد. صباح النور. كيف حالك يا احلى بنوتة؟ طيب الحمد لله. انت شلون؟ انت الاحظ انا بخير يا قلبي. الاحظ على حاجه، انت اذا جاء الصباح والمدرسه تكون مبسوطه فرحانه تطيرين من الفرح. اقعد من صديقاتي واروح اكل واتعلم شيء واستفيد من اتعلم. حلو، يعني بس صديقاتك بس؟ ايه لا مو بس صديقاتي. العب مع صديقاتي كلها وادرس وافهم وكذا. والابلات تحبينهم ولا ما تحبين؟ ايه كلنا. والله العظيم يا عمري يا ورد سبحان الله عكس بحر. يلا اقوم من المدرسه تطلع من حلقي عضل. يا بابا بروح بس امي يلا اسعى القافيه خليكم سعيدين. تروح 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 عسى عافيتها اكثر منها ان شاء الله. صبحت بالخير يا سعيد. صبحت بالنور. ايه شد حيلك يا سعيد. خلك ذيب وغد حصان. ذيب والحصان. ذيب وحصان كله ثنتين. لا كله ثنتين. ما تجي ثنتين. في النهايه حيوان. ما عليش يا سيدي تحمل مو صغيري الحصان هذا يسمونه حيوان صح. وين انت رايح يا صغير ولا انت؟ منديل يلا جي سيدي. افطر 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 وخل شو لعني؟ ليش؟ تروح مين؟ امسح الطوغه تبوله شنو هي؟ عانت تبوله
هذه اللي عليها شطه تبوله يا اخي. يا اسمه تبوله وكذا اسمه تبوله. هذا مو ذبحنا غير ورناظر لمن كنا راح بطنا تبروس تبروس دحين والله لا غير راسي. افطر 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 ساندويتش شرطه يا بوي الشرطه ايش اقدر اسوي. الو الو يا شرطه تعالوا. الو 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 يا شرطه تعالوا. يلا يا فخر افطر انت ورحنا يلا خلي يا عشر خلي شو وين يا اصبح خير يا فخر يا قلبي خلاص اذا صرت كبير ناخذك للمدرسه. ايه صوت كبير. ايوه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. بس المتابعين يقولون ما كبير صغير باقي. خلاص الحين افطر وادخل نام وانا بودي اخوانك المدرسه بكره اخذك اوديك المدرسه. بكره اوديك المدرسه. والله توديني غصب عنك. هذا والله هم اشبه. انا من يوم شفته مطلع الصفرة هذه سعيد قل لابوي توديني. افطر سرعة سرعة المدرسة راحت. المدرسة راحت ما عليك. صوتي راح كمان. يا بحر بالعكس صوتك حلو. شوف يوم اكلت عدس جاء عندك بحة بحة في الصوت. تدري ان بحة الصوت هذه ايه تدري ان بحة الصوت هذه ما تجي غير مع الحلوين يا بحر؟ واضح. تدري ولا ما تدري؟ ايه تدري ولا ما تدري؟ طالع فيه طالع فيه. الحمد لله شبعت. يا بطني بس ما اكتر بقول. ما ابوي يا قلبي. عمري ابوي يا قلبي انا بروح. يا سالم الدوسري. يلا يلا يلا. يلا. والله انا فخر ان هديب لي شوي. تعال 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 معنا تعال معنا تعال نصراوي ولا اتحادين؟ نصراوي. الورع راح للسيارة. الورع راح للسيارة. يلا. السيارة السرية تعال صورها. لا لا ما بصورها. اطلعوا في السيارة السرية. يلا يلا. يلا بسم الله. توكلنا على الله. استودعناكم الله ان شاء الله. الله يحفظكم الله. لا يا فخر ارجع 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 سكر الباب سكر. سكر الباب يا بحر سكر. سكر تعال عندي هنا يا فخر هنا هنا تعال قدام تعال قدام. يلا انزل والله انا كلام من تحت راسك. يلا يلا الله يستر عليكم. يلا يا بحوري يلا اصبر يا فخر وش تبغى؟ اصبر اصبر لحظه لحظه خلاص سكر. تعال 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 روح روح تعال 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 عندي هنا يا فخر فخر تعال اوريكم روح صدم القزاز. خلاص يا فخر يا قلبي يا قلبي خلاص روح وخلو خلاص يا قلبي تعال والله وديك بقالة واشتريك اللي تبغاه. يا بخر انت علامك يا ويلي. اسمع 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 انت ليش تبكي يا قلبي؟ والله لو وديك بقالة اسمعني طالع فيه طالع فيه طالع فيه. والله حنش انا وش صبحني تبغى بقى تبغى عصير تبغى حلاوة شر. الحين هالامور زبطت بس يا ابوي انا ابكي. طيب انا ادري انك تبكي انا قال ان انت تضحك. خلاص ما راحوا إيوه. انا ما رحت. ما راحوا خلاص انا بوديك انت بس خلني لنا الحين نروح البقاله اشتري لك عصير اشتري لك حلاوه اشتري. طيب بخبز ريال. اخذ اخذ اللي تبغى اخذ بس ابغى اخذ 2 اخذ 10 ما باثنين بس اسكت تسكت انت كثير كثير. الصبح خير يا طالع فيه طالع فيه هنا طالع في الكاميرا طالع فيه. خلاص تمام؟ اي تمام مره؟ تمام. شاطر فخر رجال وان شاء الله تكبر واوديك المدرسه وتدرس ان شاء الله باذن الله. يا زين بكى بسرعه ورضى بسرعه. يضحك السالفه هذه ولا وش؟ لا يوم اللي هبت بويا ضحك بالله تستنقصها ولا وش؟ لا والله ها اللهم امين. طيب صليتوا على النبي؟ ابى اسال سؤال. وش رايكم بالخلافات المستمره بين الاخوان؟ وش سببها؟ وش حلها؟ ايش فيكم سكتوا؟ الموضوع طويل يا ابو تميم. على فكرة اخواني تفكير. ها؟ اذكر اني شاك في شاك. وش حلها؟ سببها حلها. وش سببها وش حلها؟ اهرج انا؟ الثلج اللي تكبر تكبر لين تصير خلاف. اي فهذه هي الخلافات انواع الخلافات. يوم كنا صغار يوم احنا ما كنا نلعبون انا. اي كان الحكم كله في يد الاب. ليه مراحل هي مراحل مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة ومرحلة انه رجال صار كبير
فالتراكمات هذه تبني هذا النوع الثاني اللي هو تراكمات. يا ابو تميم ولا يهونون الربع، انا اشوف اي خلاف بين الاخوان ما يعد خلاف، واخوك مهما جاك منه حاول تحمل وحاول تصبر وتنازل وبادر، واخوك حتى مع زوجتك زيكم تخالف مع البعيد يعني، بس انك كيف بتحلها بسرعه وقت. لا انا اتكلم عن الخلافات المستمره في اخوان يهجر اخوه، في اخ يهجر اخوه سنين، هذا كل واحد قاعد يجمع بس، ولا لو تجيب الاثنين لحالهم على طول. ولو لو ايش انا يوم اخوي ياخذ فلوسي كلها ويعيشني في فقر وسأل الناس وما توجهي تروح هو مغتني والله يعني. ليش ليش بعد ما اخذ حقي وسلب اخوه وهاني اخوه شو مسوي اخوه يكون حنون حتى عليهم. بعدين ترى شوف المشاكل العائله ترى تغاضي والتجاهل مطلب اساسي، لو بتدقق كل حاجه العائله كلها تشغل. خسرت العائله حن عائله كلها شو انت بتفيدني الله يحاسبه، ما ابوي ما يحاسبه ولا انا بحاسبه. غازي الاب له المسؤوليه لين انت يا الابن رشدك في عقلك يجي. 20 مليون لو اخذها ابوك انت ما ترضى. والله لا والله لا ايش كان بخرج الله والله ثم الله ثم الله لو اخذها منك 20